اليوتيوب اليوتيوب مجهودة قاعدة هذه. أنا نقول لك أنا واحد القاعدة خصك ديرها في الدماغ. إذا بغيتي تكون مثلا تكون ناجح في اليوتيوب، أولا خصك تكون واحد الدومين اللي أنت كتفهم فيه. إذا ما كنتيش كتفهم فيه خصك تسول فيه باش يكون خصك يكون راسك صغير. خصك تقبل انتقادات. غير انا كندير واحد الحاجه قبل ما كنمشي نصور واحد المكان، يعني حتى كنبحث عليه. خصك تقبل شي واحد غيسبك يقول لك سير بعاد منا، ولا خصك تكون قاري واحد التنميه الذاتيه، القبعات الست قال عليهم، غتمشي تقرا هذوك القبعات الست وغادي تطبقهم. كيجي كل واحد بالمزاج ديالو، كتولي تتعامل مع المزاج ديال البشر. تيقول لك مثلا الا كان عنيف كيفاش تتعامل معاه، الا كان بشوش كيفاش تتعامل معاه، الا كان شي واحد كيتقلق بالزربه كيفاش تتعامل معاه. وخصك تطور نفسك في التنميه الذاتيه، وخصك يكون عندك العلاقات وتحيد منك الحشمه.